كشفت دراسة طبية جديدة في الولايات المتحدة أن تناول الموز بشكل يومي يساعد على وقاية جسم الإنسان من الجلطة والنوبات القلبية القاتلة. وأفاد الباحثون أن مادة البوتاسيوم الموجودة بكثرة في فاكهة الموز تخلص الشرايين من التسربات المضرة التي تتراكم مع مرور الوقت. ورغم أهمية الموز إلا أنه ينبه الخبراء إلى أن الإكثار من هذه الفاكهة قد يؤدي إلى آلام في المعدة.